مساء الخير عليكم كل متابعينا متابعي اليوم السابع في لايف جديد معاكم محمد فتحي من امام صاله كبار الزوار في مطار القاهره لاستقبال فريق النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين يا جماعه زي ما قلت لكم ان كهربا كان اول واحد خرج من الفريق وركب عربيته ومشي على طول، بعديه قفشة ومعلول وياسر وكل اللعيبة خرجت دلوقتي، ومدير الفني موسيماني والجهاز المعاون كله خرج، لسه بس يعني تقريبا 90% حاليا خرجوا من اللعيبة والجهاز الفني. كان في استقبال اللعيبة زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم. ما كانش في مجال لالتقاط الصور التذكاريه مع الجماهير نظرا للاجراءات الاحترازيه. مبروك على المصريين كلهم البرونزيه دي يا جماعه، دي المره الثانيه ان النادي الاهلي يحرز او يسجل البرونزيه دي في تاريخه، ان شاء الله بنطمح للذهبية، ودي مش بعيدة على ابطال الاهلي وجماهيره العظيم. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ولكل جماهير النادي الأهلي، مبروك عليكم الفرحة والانتصار. طبعا بنتمنى ده برضو لكل الفرق المصرية. شايفين ايه يا جماعه؟ الساحه بدات تفضى. من الناس اللي كانت موجوده طبعا كان في قرايب اللعيبه وزوجاتهم. الاعلاميين والصحفيين كانوا موجودين كلهم. الجميع بدا يغادر دلوقتي. اللعيبة اللي خرجت كلها كانت في انتظارهم عربيات. عايز اقول
لكم ان مفيش اتوبيس هيحركم لمكان معين، يعني خلاص كده كل واحد رجع على بيته. ايه النادي الاهلي حصل على الثالث عالميا، الثالث عالميا دي برضه يا جماعه يعني هتسجله في التاريخ. مليون مبروك يا رجاله، جماهير الاهلي وكل المصريين، الانتصار ده انتصار لكل المصريين. شرفتونا، كان معاكم محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.